سمات التعليم الأرثوذكسي تجد فيه الرجاء والجهاد. ليه؟ لأن البعض بيفتكر لما يخض واحد من ولادنا ويقول له أنت متأكد رايح السماء ولا لا، جدع يتلخبط لأنه خايف يقول آه متأكد، يبقى كبرياء منه. فأول ما يتلعثم يقول له آدي كنيستك، بص كنيستك عملت فيك، أنت مش متأكد رايح السماء، وهو ده عيب. طب وما لو أدي الآيات اللي بتقول لي خليك خايف على مصيرك الأبدي، أودي الآيات اللي بتقول اسهروا لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة، كل الآيات دي هنكرها واشطبها عشان بس أغري ولادي بفكرة الثقة؟ أنت داخل يعني داخل، داخل إزاي؟ لأن كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. ده المسيح لما سئل هم كتير اللي هيدخلوا السماء ولا قليلين، قال لا قليلين، وأولون يكونون أخيرين وأخيرين يكونون أولين. إذا أنا في تعليم كنيستي في رجاء، بقول أيوة عنين على السماء ولينا رجاء في رحمة ربنا، لكن لازم نجاهد ولازم نتعب، والأعمال ليها دور في خلاصنا، ده اللي استلمناه وده اللي عايشين بيه، ولا خلاص بها بطريقة أخرى.